إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تستمر منافسات وتحديات هذا اليوم الخاصة لسن الحيل والزمول، وفي ختام هذا السباق المحلي التاسع، ختام السباقات المحلية، مشاهدينا الأعزاء ينطلق على بركة الله شوطنا السابع الخاص للحيل الأصايل من مسافة 8 كيلومترات. شعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة، نسير مباشرة. رهايف على أول المراكز لهجنة الشحانية والمضمر سلطاب محمد بن سالم الوهيبي، بينما ثاني المراكز وثاني التحديات شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، بمتابعة المضمر فهد بن حصين النعيم يقدم الناوية من تتواجد وتنطلق في ثاني المراكز. وعلى ثالث المراكز هذه اليرموك لهجنة الشحانية بمتابعة المضمر المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية، بينما المركز الرابع يتدخل مباشرة المشاهدين الأعزاء شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع المضمر فيصل بن طالب شريم المري. مشاهدين الأعزاء يتواجد وينطلق في هذا النداء ومعلن تواجد شعاره المميز المنطلق لحظات من وفيكم بمعلومات هذه المطية المنطلقة في رابع المراكز، بينما خامس المراكز شوق لهجنة رياسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمضمر أحمد بن مطر بن ماجد الخيلي. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء للمراكز الخمسة الأولى، ونعود بحضراتكم إلى أول التحديات، إلى أول المراكز. رهائف مسيطرة على مقدمة هذا الشوط لهجنة الشحانية بمتابعة عملاق المضمرين سلطاب محمد بن سالم الوهيبي، بينما المركز الثاني الناوية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وتواجد المضمر فهد بن حصين النعيمي كابتن المضمرين يتواجد مع الناوية في ثاني المراكز، بينما ثالث المراكز شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع مضمر القرن فيصل بن طالب بن شريم المري يتواجد مع ثالث المراكز، بينما المركز الرابع مشاهدي الأعزاء نتابع شوق لهجنة رياسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمضمر أحمد بن مطر بن ماجد الخيالي يتسلل مباشرة إلى ثالث المراكز. وعلى خامس المراكز وصلت الشهانية لسعادة الشيخ محمد بن جاسم بن عبد العزيز بن جاسم الثاني والمضمر حمد بن محمد بن هادي الجربوع المري. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء للمراكز الخمسة الأولى مع النداء الثاني عبر كوادر قناة الريان. تحديات شعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة ضمن الأشواط المفتوحة في آخر هذا السباق، سباق المحلي التاسع الذي نشهد انطلاقات مميزة وحضور هذه الأسماء الرائعة هنا على أرضية ميدان الشحانية. نعود مشاهدي الأعزاء إلى رهائف. رهائف من الأسماء المميزة في هذا الشوط، تحمل لواء هجنة الشحانية والمضمر العملاق سلطاب محمد بن سالم الوهيبي، بينما ثاني المراكز وصلت فيه مشاهدي الأعزاء شوق لهجنة الرياسة والمضمر أحمد بن مطر بن ماجد الخيالي، وثالث المراكز هذه الناوية علانية لشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ومضمر فهد بن حصين النعيمي. العزرة مشاهدي الأعزاء لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم والمضمر فيصل بن طالب بن شريم المري مضمر القرن يتواجد مشاهدي الأعزاء مع العزرة من تنطلق في هذه اللحظات إلى رابع المراكز. وعلى خامس المراكز الشهانية لسعادة الشيخ محمد بن جاسم بن عبد العزيز آل ثاني والمضمر حمد بن محمد الجربوع المري. هذه المراكز الخمسة الأولى، خمسة مراكز منطلقة ومندفعة عن بقية الأسماء المتأخرة، ولكن نعود إلى الصدارة، نعود إلى أول المراكز. رهائف مشاهدي الأعزاء لا زالت مسيطرة، لا زالت متربعة على عرش المقدمة لهجنة الشحانية مع المضمر العملاق عملاق المضمرين سلطاب محمد بن سالم الوهيبي، بينما ثاني المراكز وصلت شوق لهجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمضمر أحمد بن مطر بن ماجد الخيالي الفيلسوف، من قدم لنا في هذا المساء الجميل، قدم
مع الشوط الرئيسي قدم لنا الشايبة وقدم كذلك المشاهدين العزاوج. شعار هجن الرياض سيتواجد مع ثاني المراكز بتواجد شوق هنا متابعين العزاء بمتابعة أحمد بن مطر بن ماجد الخيالي في ثاني المراكز، بينما المركز الثالث المركز الثالث نتابع المنطلقة، نتابع مشاهدينا الأعزاء العزرة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ومضمر فهد بن حصين النعيمي، بينما رابع المراكز المركز الرابع الناوية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم والمضمر فهد بن حصين النعيمي، بينما المركز الخامس وصلت في هذه اللحظات الشهانية لسعادة الشيخ محمد بن جاسم بن عبد العزيز الثاني والمضمر حمد بن هادي الجربوع المري. هذه المراكز الخمسة الأولى مشاهدي الأعزاء، ونعود إلى مقدمة هذا الشوط، نعود إلى رهائف. رهائف يا سلام لا زالت منطلقة، ولكن شوق غيرت، شوق مشاهدينا الأعزاء غيرت إلى مقدمة هذا الشوط وتبحث عن النقطة الرابعة في هذا المساء الجميل، في هذا المساء الجميل بعدما حضرت الشايبة في الشوط الرئيسي الخاص للحيل، وحضرت أيضا شوق في الشوط الرابع، وحضر أيضا العابر في الشوط الماضي بشعار هجن الرياسة مع المضمر والمتابع الفيلسوف أحمد بن مطر بن ماجد الخيالي، بينما المركز الثالث العزرة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم والمضمر فهد هنا مشهد العزاء فيصل بن طالب شريم أو عبد الله بن طالب شريم المري يتواجد مع ثالث المراكز، المركز الرابع الناوية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم والمضمر والمتابع هنا الكابتن فهد بن حصين النعيمي مع رابع المراكز، بينما خامس المراكز وتابع الدخول في هذه اللحظة، الدخول والانطلاق بشعار هجن الشحانية المتدخل في خامس المراكز مع انطلاقة ومتابعة الشرطة، الشرطة من تصل مشهد الأعزاء وتتسلل إلى المركز الرابع بشعار هجن الشحانية مع المضمر العملاق سلطاب محمد بن سالم الوهيبي. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء، ونعود بحضراتكم إلى المركز الأول. لا زالت الأمور والسيطرة حتى هذه اللحظات، لا زالت رهائف، رهائف المركز الأول، رهائف منطلقة ومندفعة مشاهدي الأعزاء، ولكن شوق مع ثاني المراكز والعزرة ثالثا هنا مشاهدي الأعزاء في المركز الرابع الشرطة، بينما خامس المراكز وصلت في هذه اللحظة هنا الناوية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، بينما المركز الرابع هذه مشهد العزاء الشرطة لهجرة الشحانية، وثالث المراكز هذه مشهد العزاء العزرة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وثاني المراكز شوق لهجن الرياسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة أحمد بن مطر بن ماجد الخيالي الفيلسوف، ولكن رهايف، رهايف مع المركز الأول بالشعار الأدعم، شعار هجن الشحانية المدعم بالسبق وبالأصايل، هذا هو شعار هجن الشحانية بتقدم رهايف مع العملاق الوهيبي سلطاب محمد بن سالم الوهيبي قائد الجزر يقدم لنا رهايف 2 كيلومترات، 2 كيلومترات يا مضمرين يا متابعين هذه الرياضة، نعود إلى رهايف على الصدارة، رهايف وشوق، شوق ورهايف، وهنا العزرة، العزرة بينما رابعا الله المركز الرابع الشرطة، ولكن رهايف على الصدارة، رهايف لهجنة الشحانية والمضمر العملاق الوهيبي سلطاب محمد بن سالم الوهيبي، بينما ثاني المراكز شوق لهجنة الرياسة غيرت مباشرة إلى أول المراكز بتقدم المضمر أحمد بن مطر بن ماجد الخيالي، غير في المركز الأول يقدم لنا شوق، بينما المركز الثالث الشرطة، الشرطة بدأ الدخول مع الشرطة لهجنة الشحانية والمضمر العملاق سلطان بمحمد بن سالم الوهيبي، والقادمة في هذه اللحظة وصلت مشاهدينا الأعزاء، وصلت العزرة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، عبد الله بن طالب بن شريم المري يتواجد مع رابع المراكز، المركز الخامس نتابع مشاهدي الاعزاء شعار هجن الرياسة مع المضمر احمد بن مطر بن ماجد الخيالي، ولكن نعود الى المركز الاول، نعود الى الصدارة، الى المقدمة، الى الاثارة مع الامتار المثيرة، يا سلام يا سلام يا شوق، شوق مشاهدي الاعزاء تقتحم المركز الاول، تقتحم لوحة
كيلو المتر الأخير بشعار هجن الرئاسة التابعة لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والمضمر أحمد بن مطر بن ماجد الخيري بالمتابعة والتضمير. الفيلسوف يتواجد على الصدارة بتقدم شوق، شوق على الصدارة، شوق على المركز الأول، ولكن الله يزن المراكز. رهايف الشرطة، رهايف الشرطة بشعار هجن الشحانية مع العملاق الوهيبي سلطاب محمد بن سالم الوهيبي مع ثاني المراكز. المركز الرابع وصلت في هذه اللحظة، وصل شعار هجن الرئاسة بتقدم هذه الأسماء العملاقة، بتواجد هذه الأسماء الرنانة. وصل مشهد العزاء الله راشد بن بخيت بن علي بن مقارح المري ومضمر ومتابع، متابع لهذا الاسم القادم، القادم مشهد العزاء الله. ولكن نعود، نعود إلى شوق المعركة مشهد العزاء في الأمتار الأخيرة في اللحظات المثيرة. نتابع، نتابع المنطلقة مشهد العزاء، نتابع المنطلقة، نتابع شعار هجن الرئاسة يتسلل مع شعار هجن الرئاسة والمضمر راشد بن بخيت بن علي بن مقارح المري مشهد العزاء غير مع الشهانية. ولكن الله، الله يا شوق، شوق مشهد العزاء عادت إلى موقعها الصحيح، إلى موقعها المركز الأول. الله يا شوق، شوق لهجن الرئاسة والمضمر الفيلسوف أحمد بن مطر بن ماجد الخيل يقتحم المراكز الأول والثاني مع الأمتار الأخيرة مع اللحظات المثيرة. هذه مشهد العزاء شوق، وهذه الوثبة لهجن الرئاسة. تهانينا والناموس لأحمد بن مطر بن ماجد الخيل على فوز الوثبة بالمركز الأول وفوز أيضا شوق في ثاني المراكز. المركز الثالث أتت فيه الشحانية لهجن الرئاسة، والمركز الرابع رهايف لهجن الشحانية. المركز الخامس حلت في مشهد العزاء رهايف لهجن الشحانية، بينما المركز الرابع الشرطة لهجن الشحانية. إذا المشهد العزاء تهانينا والناموس لهجن الرئاسة على فوز الوثبة بالمركز الأول واختطاف ناموس هذا الشوط مع المضمر الفيلسوف أحمد بن مطر بن ماجد الخيالي. التوقيت الزمن 12:42 ثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس، بينما شوق حلت في ثاني المراكز بتوقيت وقدرة 12:42 خمس أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس لهجن الرئاسة، والثانية كذلك للمضمر أحمد بن مطر بن ماجد الخيالي على فوز الوثب بالمركز الأول وفوز شوق بالمركز الثاني، بينما ثلاث المراكز حلت فيه الشهانية لهجن الرئاسة والمضمر راشد بن بخيت بن علي بن مقارح المري 12:43 وجزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.